لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الجيش الملكي مضيفه نادي شبيبة القبائل الجزائري في مقابلة قوية تجمع بين كلا الفريقين ضمن بطولة الكونفدرالية الأفريقية. ويبحث فريق الجيش الملكي عن تحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي شبيبة القبائل الجزائري، وذلك بعد خسارته ذهابا بهدف دون مقابل. ويطمح فريق الجيش الملكي للعودة في النتيجة رغم صعوبة مهمة ضد نادي شبيبة القبائل الجزائري، وذلك لضمان التأهل إلى الدور القادم في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكاف. وستقام المواجهة بين فريق الجيش الملكي ومستضيفه نادي شبيبة القبائل الجزائري اليوم الأحد انطلاقا من الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب والجزائر، وذلك على أرضية ملعب 1 نوفمبر برسم الدور 32 ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية الكاف.